مواجهاتنا مستمرة وتحدياتنا تأتي تباعا شوطا تلو الآخر وانطلاقة شوطنا هنا الثاني بالنسبة لسن الإذاعة سادس أشواط هذه الأمسية التراثية الجميلة وخاص هذا الشوط بالإذاعة القعدان هجن أصحاب السمو الشيوخ في ختامي تمهيدي المرموم نسير معكم هنا بالانطلاق نسير بالإثارة نتابع هملول المتقدم بصدارة هذا الشوط من هجن صيح السلام بقيادة المضمر هنا أيضا بهذا الأداء سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابعه على الصدارة وعلى المقدمة شاهين في المركز الثاني هجن عاصفة بقيادة غياث الهلالي يأتينا على المركز الثالث هنا متعب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري يأتي على المركز الثالث بينما المركز الرابع شاهين في المركز الرابع من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي المركز الخامس هو المنطلق هنا الأسد من هجن صيح السلام بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي وعلى المركز السادس يأتينا شاهين من هجن الزعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد وعلى المركز السادس يتواجد شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة غانم بن سعيد بن سالم يأتينا هنا سابعا وفي المركز الثامن سلهول في المركز الثامن لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يتابع طارش بن مبارك بالقبع والوصول من شاهين هنا على المركز التاسع هذه الانطلاقة من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد والمركز العاشر هملول لهجن صيح السلام بقيادة هنا أيضا سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في انطلاقة واندفاعات هذا الشوط الرئيسي للقعدة لسن الإذاعي والإمتاع هنا نتابع ونعود إلى الصدارة لنا مقدمة هذا الشوط وصدورة هذا الشوط وهملول المسيطر على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول هملول هنا من هجن صيح السلام يأتي على الصدارة وعلى المقدمة ومتابعة متعب المضمرين سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع على الصدارة والمقدمة والمركز الأول بينما المركز الثاني شاهين هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي ويأتينا متعب على المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومتابعة سعيد بن عبيد الحميري من يتابعه ومطار بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل بينما من الجانب الآخر شاهين يأتينا على المركز الرابع هجن زعبيل هنا بمتابعة تابعة المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المركز الخامس والمنطلق شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يأتي على المركز الخامس والمركز السادس انطلاقة هناك شاهين هجن زعبيل هنا راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد ويأتينا على المركز السابع شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر هنا ايضا غانم بن سعيد بن سالم والمركز الثامن هملول في المركز الثامن من هجن صيح السلام سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابعه على المركز الثامن المركز التاسع شاهين والمركز العاشر كذلك شاهين لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وغانم بن سعيد بن سالم في التضمير نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة الى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط متعب من غير على الصدارة متعب على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بن متابعة المضمر هنا سعيد بن عبيد الحميري أحد شباب الخوانيج يتابع على
الصدارة وعلى المقدمة المركز الثاني الانطلاق والتحدي هنا من قبل شاهين من هجن زعبيل بمتابعة هذا الأداء راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد المتألق من يتابعه على المركز الثاني الكيلومتر الأخير المركز الثالث يأتي شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم بقيادة غانم بن سعيد السالم ولكن همنول المتسلل في هذه اللحظات من هجن سيح السلام بمتابعة هنا سعيد بن محمد بن سعيد بن مراشد ولكن نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط إلى هنا شاهين المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول شاهين من هجن زعبيل من ينطلق بالصدارة ينطلق بالمقدمة وبالمركز الأول مندفعا بصدارة هذا الشوط مندفعا بالتحديات مندفعا بثالث نقاط هذه الأمسية التراثية الجميلة أمسية ختام تمهيدي المرموم ها هي انطلاقة إلى شاهين بدون أي منافس على الإطلاق بدون أي دداء هنا نتابعه بدون أي أوامر خفيفة ينطلق إلى الصدارة تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مالك هجن زعبيل للمرة الثالثة في هذه الأمسية شكرا شكرا بمحمد من قدمه المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن ناموس تهانينا وها هي لحظة الوصول إلى خط النهاية من الفوز والناموس المركز الثاني وصل هنا أيضا شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راهب مكتوم المركز الثالث متعب سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب سعيد مكتوم هملول أتانا في المركز الرابع من هجن ساح السلام المركز الخامس شاهين من هجن العاصفة هذه هي إذن الانطلاقات ها هي إذن التحديات نعود إلى التوقيت الزمني هدينا الكرام ولحظة وصول شاهين هنا إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس قاطعا المسافة في 7:33 ستة من الأجزاء من الثانية تهانينا لهجن زعبيل شكرا راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم مع غانم بن سعيد بن سالم ب7:38 بالوفاء والتمام أما المركز الثالث فكان من نصيب متعب سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة سعيد بن عبيد الحميري 7:40 وفاء وتماما وكمالا تهانينا هو الناموس هكذا